شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي رح تعملها وداد ورح تسافر. وحبايب قلبي نحن ما قلنا لكم بالفيديو الماضي انه رح تسافر هي وماما. الكل يكتب اهم شغلة ما قلنا لكم اياها انه انا رح سافر انا وماما. وعملتها وداد ورح تسافر وتتركني. رح طبعا رايحة تبصم على الهوية شي 10 ايام وترجع. حبايب قلبي نسيتين شو بدي اقول. حبايب قلبي الكل يكتب لها بالتعليقات. الكل يكتب لها تروحي وترجعي بالسلامة. ولا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب تضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شي جديد. بنحبكم ويلا نبدأ الفيديو. حبايب قلبي بكرة الصبح وداد راح تسافر. فاليوم راح نضبلها تيابة ومشان نضبلها تيابة ومشان بكرة من الصبح تمشي. يلا جيب التيابة كلها. وداد تطولي أكثر من 10 أيام بترجع. أقل من 10 أيام كمان. يعني أنت ما بتعرفوا يمكن عمته بتمسكني بضل شهر. لا والله بزعل مني إذا ما بتجي. إذا ما بتجي ما بتعرفي يمكن عمته بتمسكني. يعني مو بإيدك شيل العلاقة. بكرة وداد سفرة قولي انت. طب تعرفوا جاي عبالي طول بسوريا هيك. لا زور سوريا كلها. لا والله لا 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 اذا بتطولي لحقتك. ما اخذي اذا لحقتك. وداد خذي بس هدول لانه بعرفك اذا اخذتي كثير غيارات بدك تطولي هنا. يعني انا بدي اخذ غيارين ثلاثة يعني 10 ايام قاعدة. بدي ضل بنفس التياب. لا مو ضل بنفس التياب بس لا تطولي. مو هاي الشغلة مو هاي. لا انا بدي اطلي حيا. جيبيها من الوداع. جيب لي شالات ما لهم لابقين مع التياب. ايه بدك هات معها. لا ما بدك هات. لا مع انه صيفك تستطلي. ايه مع انه صيفك ما بدي يعني غيارين ثلاثه. انا ما بدي كتر. ايه لا كتري احسن لا كتري. اعوذ بالله اذا كترتي بتطولي. هلا ضبينا تياب وداد وتياب ماما. وداد تذكر شيء نسيان شيء انت لانه هن ما حبوا يكتروا اغراض كثير لانه المشوار كثير يعني رح صعب شوي ما رح يقدروا يشيلوا كثير. واذا نسيت شيء يعني هاي هي الشنطه. يلا بدك شيء ولا يلا بدك شيء انا راح بدارك. يعني مفكرتين كتير مبسوطة. بس لا عن جد شوفت سوريا بتسوى الدنيا وما فيها. هاتي انا بدي اروح. الله معي قبلتي. الله معي تسلمينا على سوريا هيك. لا بروح تسلم عليكم ليانا. بروح بقول لهم بتسلم عليكم ليانا. الله يسلمك ويسلمك. حبايب قلبي هلا بعد ما ضبينا تياب وداد وماما بدي اعمل لوداد سهرة حلوة مشان بس تروح على سوريا تشكيني بالخير. عن جد انا رح افتقدها كثير لوداد. هي بتحب هذا الشبت الخل والجبنه. شو عم تعملي؟ عم اعمل لك سهره هيك حلوه مرتبه مشان بكره بس تروحي على سوريا تحكيني على الخير تقولي لهم والله اختي ما في منا جهزت لي سهرة وضبطت لي ثيابي وما رح طول بسوريا. اهم شيء ما رح طول بسوريا لانه هي بتفتقد. من قال لك ما رح طول؟ يمكن طولت. ايش بيغى معك؟ بتقولي لهم انه ما رح طول وانا بحبها لاختي وهيك يعني من عندي بهري شوي. شايفتني كذابة؟ لا مو كذابة اختي مش كذابة. واثقة من نفسيها مش واخد بالها كذا. طب ماني عم رتب لك اياهم. انت تركي يا اختي تركي. انا بدي اصور وانشر على سناب شات. شايفه يا وداد انا قديش بحبك. جبت لك
جبت لك شبس والشيء اللي بتحبيه قبل ما تروح على سوريا، يعني مشان ترجعي، وبس ترجعي كمان لك سهرة مثل هاي. وهلأ حبايب قلبي نحن لازم نسهر هون ونروح كمان مع ماما، بنسهر لأنه ماما كمان رايحة. بدك بأشر لك تفاح؟ يا ريت كل يوم بسافر على سوريا. بدك تفاح؟ ايه أشر تفاح. كلي شبس كلي. لازم هلأ نروح من وراء الكواليس نسهر مع ماما لأنه كمان ماما مسافرة. كلي لتقبري قلبي كلي. لا تطولي بسوريا، اصحك وبارك. 10 أيام ما اجيتي راح لعندك، ما اخذ يزن وراح. قال يعني روحة هاي خلاص. معلش دوقة دوق. ما لازم تطولي عن جد، بدل هاي مليون مرة بقلك. شو داد لهلقتك ما خلصتي؟ بلا خلص. ما بعرف ليش انا اليوم خايفة اكتر من مبارح. مبارح كنت عم امزح والعب واضحك، ما بعرف ليش اليوم هيك صار في شعور مو حلو. لا لا تخافي لا تخافي، نحنا ما رح نطول، وانتي رح تطلع عن بيت جدا، يعني ما رح نطول كتير. حبايب قلبي بعتذر منكم على الجودة لأنه الكهرباء مقطوعة، لأنه هلأ الصبح وما بتكون جاية عنا الكهرباء. هلأ خلينا نروح نحكي هنيك بالغرفة الثانية لأنه هنيك أبوه. عن جد الكهرباء صايرة كتير بتعذبنا، لأنه ما بتجي غير بالليل، بالنهار أبداً ما بتجي. بتجي الساعة 5 تنقطع الساعة 12 بالليل، كتير معذبتنا الكهرباء. هلأ ماما جهزت وإذا صارت جاهزة عم نستنى خالي لحتى يجي وياخده. اجا خالد. السلام عليكم. شو جهزتوا؟ كيفكم يا زان؟ يلا خلونا نمشي. يلا. خلينا نفكر هالشنطة. يلا حاولوا في الغوار. يلا خلصونا، شرحيها على أوروبا. هي 10 أيام وراجعة، وينها أمك؟ ناديها يلا خلصينا. يا زلمة صار يبكي، ما رضى إلا يروح معنا، هلأ بيرجع مع خاله. حتى يا زلمة راح معهم تركوني لحالي أنا هون، هلأ بيرجع مع خاله. أنا ما فيني صور لأنه ماما بدها تروح كمان وتروح معه. هلا بدي استنى خاله ويزن حتى يرجعوا مشان نروح لعن بيت جدي، ما ضلينا غير انا وانتو. الله يخلي لي اياكم يا رب. بدي استنى يزن لحتى نروح على بيت جده، بدنا نضل عندهم لبين ما بيرجعوا. بايب قلبي والله شي بضيق الخلق، فوق كل شي ولا مقطوع الكهرباء وما بتجي للساعه 5، وصار لي ساعتين مستني خاله ويزن ولهلا تن ما اجوا. شو جهزت يابا؟ لا لسه ما جهزت شي. لسه ما جهزت شيء، انت ماسك الجوال، ليه ما جهزت ثيابك؟ كنت عم استناك لحتى تجي. يلا روحي روحي جهزيها وخلصينا. طيب روح انت ويزن، انا هلا بلحقكم بجهز ثيابي وثياب يزن. جهز ثيابك عم استناكي، روحي يلا. لا روح انت ويزن، هلا انا بجي. شو بدك تعملي؟ بدي جهز ثيابي وثياب يزن. 5 دقائق تلحقينا. ايه 5 دقائق، شو بدكم بعيد هلا بلحقكم. يلا ناطرك. ها ايه حبايب قلبي، شوف شو بدي اعمل بخاله، بس مو هذا الفيديو. الفيديو الجاي هو راح على بيته، وانا هلا بعساس اني الحقه هو ناطرني هنيك. ولهون يكون انتهى الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. حبايب قلبي بتمنى منكم يكتب الكل يكتب لوداد الحمد، تروحي وترجعي بالسلامه، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وفتح جرس التنبيه حتى يوصلكم كل جديد.
بنحبكم وانتظرونا بفيديوهات جديدة. باي.